مساء الخير، أنا دكتور أحمد السيد، أستاذ مساعد أمراض القلب طب عين شمس. بنتسأل كتير عن إيه هي القسطرة التداخلية. القسطرة التداخلية هي علاج للشرايين التاجية عن طريق القسطرة. يعني إيه؟ يعني المريض اللي عنده ضيق في الشرايين التاجية، سواء حالته يعني مستقرة لكن بيجيله آلام متكررة مع المجهود، لما بيمشي أو بيبتدي يعمل أي مجهود يبتدي يجيله آلام في الصدر، او المريض ده جاله اعراض زفحه صدريه او جلطه في القلب. في الحالات اللي زي كده بقى لازم ان احنا نطمن على الشرايين التاجيه عن طريق ما يسمى القسطره. القسطره بتتعمل، هو اجراء غالبا بيتعمل في يوم واحد، ساعات العيان بيخرج في نفس اليوم او بيروح تاني يوم المستشفى. بنشتغل دلوقتي من الشريان بتاع الايد، ساعات ممكن نشتغل من الشريان بتاع الرجل. بندخل ببنج موضعي، العيان بيكون صاحي، بنصور الشرايين التاجيه وعلى ضوء اللي احنا بنلاقيه جوه، بناء على تصوير الشرايين التاجيه ممكن العيان يا اما ممكن نكتفي بعلاج دوائي فقط، او الاكثر شيوعا انه لو في ضيق شديد في شرايين مهمه ان احنا ممكن بنعمل توسيع للشرايين التاجيه وبنركب ما يسمى بالدعامه عشان نحافظ على الشريان ده مفتوح ويبقى فيه تدفق دم كويس لعضله القلب عشان نحافظ على كفاءه عضله القلب ما تتاثرش بضيق الشرايين التاجيه. العلاج عن طريق القسطرة دلوقتي فعال آمن، نتائجه على المدى البعيد جيدة جدا، بتستدعي العيان بيمشي على أدوية سيولة فترة بعد القسطرة وبيتابع مع دكتور القلب بتاعه من كل 3 ل 6 شهور بصورة مستمرة. ألف سلام عليكم جميعا.